أنا حباب في الله أن سام واي جيت كذا مركة أدي two times عملوا كلنت أجليني سان كل هيسا جرب إسكاس ليست ما ليسا بسم الله على بركة الله وبلا بنينا إن شاء الله وإكس تربيات ما شاء الله سا وحواي نقول يصير هذا إسكو درست تليدا يا بودر كان يا كونفرال كان يا كرتان إنه عادي وماها و علاش دقدقة واي إن قبلها ما شاء الله حيالها أو أما بحنين أو سيدا كيم كوين تستعمالها هي أما حيالها ما أرتي إن أن دليغي لأين تستعمالها هي ويكما ردونا إن شاء الله أرتي هدي بطانا من استعمالان فبركس تنو الكفر هدي دونتا ويجي جيدنا قروح يوحو نقونا بيا دقدقة إلا قبلها قارع إليهن كان أشيغي قبلها أو دمرك أورد وإني شيغان ألا بدمرك كينا أيو مركز تيتو إن أنا قاعد صوب روبينا لقي أصحابتي أنا قبل يوم هذي هالمرة هيك رتني إله حال وحاول سحر وايد هالمرة هبا عرفت أنا كنت أسكت درسين نقطة إيش قيسي سبحان الله إني بعادي معها وحلا هي هاي النقطة مركب الأدين كان أنا لف روبي قبلها بوردر كي يسلي ذي ذي هست إن شاء الله كو كل أنا يزني محر جينينا إني نقدر بي ماذان عرفت أساسي نقطة حباب في الأوحب هذا نسمى سنين سنين لسنين تسنين وحاول ما شاء الله ها وحب هذا مكيس استعمالي سن أنت صار سمي سنة صار two times هم سنة صار ساعة كو هنا سواء كذا قيح حد نوجي جا جوحير سريد يا كم صار جينيسا سريد لفت جادي أقبلني حلاها سكرتها كم صار لفت ساسا رجع حتى أذكرها سا وجي جا أقبلني سا وكم صار جيني مركب وجي جا كوسي كم صار جيني وجي جا سوري كبعد وحاسمه نيسا وحامر نيسا ألفتان حد نا أكل علي نيسا مطلبات ما شاء الله وان أورا كو هنا سواء كذا قيسا مركب كذا خذ أركيد وانت وجي جينا ما شاء الله بيات كي يقروح ذا يصير نخذه وحيالها كويال يال أم مدوق وحيالها كو حريتن وجيكو إني كصوب حايا أحباب في الله أحباب في الله وحارواتو من التري مرد إنا إني كلها الله بودر كان أحباب في الله إن باودر مركة قبلها إنت بضن وحي أم لايان مركة عنده باودر باودر لمرسنا يو أم بغادة لغو آدايو أما وحي أم لايان إنو يهي وحق الصن أو كريم نيل أبا السلام عليك عليكم السلام ورحمة الله أبا السليد هذا وحاربا كريم كاغاربا أباي باودر كأني مقالد مقالد ما أقوم بحاء مية مقالد لو أقوم بحاء ساس أو قص أو قصيسان أم أنا كدري سا أنا قد عا كدري كل جس أضو وحب كدرينين قاعد باودر قاعد نيسا ماشي أكشوف نيسا قا أنا يرد قصار نيسا مك أنا كوك قد عن أما مكروف ككل نيسا باودر ككدر نيسا وجي جا مرس نيسا ما شاء الله تبارك الله إن باودر مقالد لو أقوم بحاء معها باودر أو محكوش شجع قصنا معها أو مع كريم معها أنا وحيالها قصنا أو كريم كاو كسر جدا ده سواء إني كوكاني بعلابتان أحباب في الله إن باودر كاو كسمي سنية هاي أفر إلى بعدهم وح وكسمي سنية إن أفر إلى بعدهم وح وكسمي سنية جدا وفيت مينس يسوي جرا يو حيالها أو جدا طبيعية يو جدا أو أشعب جيدة أو مداواة يو فيتامينس يو قدر إيفرتين أو لسكودر واي جيدة أشعب تأو بدن أو لغوتها لقلها قبلها ويجي إنك كلين كريان قبلها لكن أنت بدن بفهم سنة قبلها حقك ساكونها هاي أبا سليد بس ما يقل قد يسا سليد كلي وحما كلين كريان يسو سليد لها فيتامينس كجرة قلودنا كجرة قرحة كجرة دهارة كجرة النبرة كجرة وحكتا كجرة سليدة لكن أصغن أنت سوكلها كجرة أنت إيش كلي كجرا أصلاً تمام واي قبلها وجه كل أنت حياله أو وجهك وبرت كرايرا وجهك ولا لنا وجهك أقولك هيا مارتي إن أصو مارتي أصو وجهك أصو علينا يا كرتجي كجرا جيدا وح كجرا مداوا ذا أو لو قلت لك قال إني قبلها وجهك هذا كلين كرايان قاعدة صيرتك استعمال ما كأني ده هايو معها إنا قاعدة صيرتك كبدن أتيجة كبدن كم استعمالك اللي بارد كان هذا ترى ذبحك استعماله قادوي ومعناها إن وستي أكو سمايسة وابابيسة وحاله قلت لك بخس عصب بوركا وبل إن هاي سطو أم كبدن أما لكن قبلها في عقول ما ينمر مرة بويك قبلها بحنا أرك هذا والله إن أنا بين شيء إن الصومالية وبوركا إن تفهمي شن بودري هالسرير تلبنا يعني وحنا سبحان الله إن محاكو سمايسة وحيدين وجيجين ماشو جوجي يمشو نقضي ماشو تري إلهي باك كل أغيدين إلهي وحا أكتايم على وجيجين سون نوغو نقضي إيه بودر كان سون نوغو قرحي إلهي باك رنا يدين بيوتفول وجيجا كريقايا أنتي إيجو دينا كجيرا وجيجا دينتاي أنتي إيجكا ماها إنا لغو تلقالي all the people كدتك ووينك ووينك بس إنا لغو تلقالي ماها قبلا وحا أكيسي 18 years جيرا وأنتي إيج هستو وجيجا دودوب كسوكالي
ama kareemka ha ka soo geliyo oo la isku qurxiyo oo la isku cadeeyo ama ha ka soo geliyo kuma la soo daboolo magacyada loo soo bixiyo jeyna lagu soo sameeyey ama ha ka soo bixiyo stress iyo makeup wax le ka soo bixiyey waxaas dhan ka maarmaysaa gabar maala hor waxay ugu dhahday ila powderkaaga saliidaad sa u bilaabay ugu dhahday heer waxaan gaaray oo markaan meelad u baxay anoo makeup marsaninay tiray ma bixi jirin haddana waxaan keenay albaabka dhan ka baxay makeupkayga xataa waan hilmaamayay tiray leila I don't need waba baahniyay tiray wajiga clean smooth iyo noqday tiray powder iyo ma baahniyay tiray makeup mariyo marka waxyaala makeupka looga maarmay ee ilaahayna siiyay ilaahay fadligiisayna ku ahaatay anaga waxaan keensanay ama waxaan anaga qabanayna maaha een ahbaab fiila markan waxaan in kula talinaya in ka faa'iideysataan powderka gabdhaha haysta iyo gabdhaha aan haysan ba waliba gabdhaha haysta way hadda waxaan ajilaan u soo saaray gabdhaha haysta powderka sayte oga faa'iideysta quruxu in ka dhigaya iyo smoothi iyo anti age iyo wajiga dhintay u soo celinaya wajiga hoos u dhacay kor soo qaadaya waxyaalo badan ku jira qorax waxa ku jira vitamin badan ku jira geedahaas ashqaabta oo inside kaso clean gareynaya ku jira ahbaab fiila marka saas oo la socda insha allah powderka amazing way saliida madaxa ayadana insha allah watas in gabdha badana ma insha allah ayadana kasoo celiyay feedback oo dhan timeen way naga tageen way noo soo noqdeen jilcisa marsin jirna waa ka kaaftoonay een wasim anaha in macnaha maalin kasta to kan maalin kasta ta feedback un socda oo ma insha allah iska soo daba dhacaya ana xabaab filaa gabdhaha hargeysa een gabdhaha xamar alaabti ma insha allah een waa ready hadaa rabtiin la xiriira gabdhaha alaabta haya maxaa soo haray een hargeys hadda u diraa way dhamaatay laakiin hadda u diraaya xamar laakiin insha allah hadaa la xiriirtaan abaayo ama aan ila soo xiriirtaan een waa heliisiin alaabta nairobi way taalaa gabdhaha nairobi jooga alaabta insha allah way taalaa ka doonta gabdhaha nairobi gabdhihii lambarka aad haysatiin gabdhaha jooga in nairobi way taalaa alaabta insha allah way tagtay kenya alaabta gacanta ku haystaan marka xooga extra aan ku daray gabadhii rabta gabdhaha order garaysta maaha aan markasta orderka waa badiyaa waxaan ku daraa extra waxbaan raaciyaa een axbaab filaha een shalay shalaha shalmeen darad cashar qaadanay macalinka wuxuu ka hadlayay kareemooyinka la isku cadeeyo wax yar inaa ka taabtaan rabaa insha allah een mawduucas kareemada la isku cadeeyo een wuxuu dhahay wadamo waxaa jira oo afrikaana oo isticmaala kareemooyinka tayuubka oo loogu talagalay in macnaha la mariyo xanuunada jildiga korka ku dhaca xasaasiyada ku dhaca laakiin wuxuu dhahay een wadamadaas waxaa kamid a wadamo afrikaana sida maxaan ku sheegaa in wuxuu soo qaatay ghana waan qoslay waxaana soomaaliya hadda ogaan lahaya dhee lambar wan u dhihi lahaa marka wuxuu dhahay een xanuuna waxaa laga qaadaa oo maxaan ku sheegaa saratanka sida kansarka ku dhaca korka aa laga qaadaa wejiga macnaha gabdhahaas ay ka qaadaan marka haddii macnaha ay ogaan lahaayeen waxyaalahan dabiiciga sida powderadan oo kale waxyaalaha guriga ku yaala ashcabta gurigaaga a ka samaysan kartin geedaha madaawaadka oo ilaahay na siiyey kuwaas ay isku qurxin lahaayeen macnaha intay xanuun ay raadsan lahayeen gacantooda la geli lahaayeen marka axbaab filaa ogaada soon a later mar unbay kadaba imaaneysaa gabdhaha boo marsanaya kareemooyinka tiyuubka iyo kareemooyinka lasoo daboolo magacyada loosoo bixiyo oo jina emaila lagu soo sameeyey bila caleeg iska ilaaliya waxaasna waqtigiina ha ku dhumanina adigoo xabad baradha inta dabka saaratiin caana yar ku darsatiin jajabsatiina inay ka fiican waa gabdhaha a awoodin inay bowdhar iyo saliida qaaliya gataan gabadhii awoodane dee kareemkan tiyuubkaba inta la gaday oo la uruuriyey lacagtii oo dhuunta laga qabtay reerka aad tiyuubkaas inta la marsaday wejigii uu adoo 20 sano jirta 30 jir kaa dhigaye macnaha wejigiina ka fakaro addaa wax weydaan xataa olyaliibada 100 kore inii sheega olyaliiba virginada marsada bareeda marsada waxyaalo badan haysan saliid cadeyda oo saliidan la dhahaayo son maxaan ku sheegaa sunflower olyada oo qoraxda ku sawiran tahay iyo axbaab filaa ayada xataa faa'iido badan ay leedahay carabta meesha markii laga dhaqaaqo xabad sawdada markii laga dhaqaaqo saliidda oo saytuunka markii laga tago saliidda ku xigto ay isticmaaleen oo dunka ugu jecel yihiin waa saliiddaas haddaa weydina ku leeyihin olyaliiba waxaa ku bedelataa saliidda oo maxaa ku sheega qoraxda marka xabaab filaah ku bedisha hadday xataa weydaan olyaliibada saliidaas kaleeto hadday madax noqoto hadday kor noqoto hadday meel noqoto markasta isku daya inaa wejiga macnaha wax oo benefit kasoo gelaya aa marisaan laakiin wejiga inaa markastata wax oo sii dhamaynaya ama sii dedejinaya ama sii miridada ku ridaaya aad ku shubtaan waa laga fiican yahay iska ilaaliya insha allah gabdho badana waxaa jira isoo weydiiyey cajaladii aan gelinayay oo ahayd hormoonka abaayo macnaha kusoo celi midda kale oo hormoonka ilahayaan gabdho qaar kusoo celi midda kale oo hormoonka
oo laga sameeynaayo malabka iyo way ku jirtaa meesha xabaabila wax maana fiicna su'aasha badan iga iyo macnaha maanta wax la ina ku soo celcelino saliidaas way ku jirtaa baashaas way ku jirtaa waan soo sameeyay already midas hormoonka een gabadha waxay leedahay gabadha waxay leeyahay abay meeqa isticmaali kara een midka ahaa xulbada iyo iyo kaamunta adey kugu xiran tahay adiga intii hormoonkaagu ka saxmaayo waa wadi kartaa gabadha waxay leeyihiin uuraan leey ma cabi kara okay waa cabi kartaa laakiin xulbada ka reeb xulbadaag uur lama cabi karto kaamunta laakiin gabadha uur kale way cabi kartaa waa sad effective tan ma laha weliba gabar cabtay wataa inii sheegay sweden naga soo wacday inay ugu tiri uuraan lahaa 7 bil ah 4 bil ahaa dhiiggeygu way dhexsanaayeen markaan iyada cabay oon ku noqday dhakhaatiirtii 7 bil ahaa dhiiggeygu waxaa la yidhahay waa hay way cabi karaan gabdho badan oo cabay arkay uur le wax ay ku noqdeenna malaha gabar kasta waxay ku noqotay maasha allah marka way cabi karaan gabadha uur kale wuxuu diiday male laakiin xulbada ka reeba xulbada ma ku diri kadhiin gabadhada uur leeday xulbada ma cabi karto xulbada ogtiri ma way soo tuurtaa gabdho kale waxay gabdho way badnaayeen feedbacka laakiin gabdhaha macnaha su'aalaha ay i weydiinayaan laakiin cajilad kasta oo aana ka hadlinin inta la marsanayo iyo inta la cabaayo iyo waxa lagu samaynayo ma jirto cajilada si fiican ha loo dhegaysto hadda gabraha kusoo wacay asalaamu calaykum calaykum asalaam abaaya xabad irshaada waxaa tiri malaha lagu isticmaalo caanaan rabaa inaan ku isticmaalo war xabad irshaada iyado caano lagu isticmaalo xabaabila way jirtaa oo dhabar xanuun loo cabaayo laakiin markay hormoonka tahay weyga aan ku dhahay u isticmaal u isticmaal ani weygaasaan kusoo qaatay intaan qaado kuma dhihi kara ha abaaya hormoon ma cabaysa caano ku walaaq ma ku dhihi kari subxaanallah marka iska joojiya waxaa fiican waxa meeshiis markaas yaala oo aragteen inaad ku dhaqaaqdaan oo samaysataan hadiina rabin aka tigtiin insha allah bala saas aan sameyna xabaabila waxyaalaha lasoo weydiinayo oo su-aalaha in macnaha qofka la weydiinayo ma xuma waa i weydiin kartiin laakiin waxaa noqdaan oo macquula oo macnaha dee ama mawduuca ku jira oo aan ka baxsanayn sida meeqa isticmaali karaa waa run gabar urle ma cabi kartaa waa inay ogaato haddii inta cabto xulbada cunug kasoo dhaca ka waran saas kale waa muhiim laakiin waxyaalahan kaleto ah macnaha dee waalida ah iska ilaalina xabaabfila aad a mahadsantihiin cajiladaana laga faa'iideysto gabdhaha boodharka haysta iyo gabdhaha macansho maasha allah raba inay iscadeeyaan oo diyaana binaadamiga ah cajiladan maasha allah waaye cajilo laga qayliyo waaye xabaabfila ka faa'iideysta.